السلام عليكم، كيف حالكم اخوانا؟ اخوانا الاعزاء، اليكم قنبلة اعلامية استخباراتية نمبر 1. ذاكرين لما قلت انتظروا وفاة الملك سلمان ويليه انتظروا ما سيحدث في بريطانيا بتدهور صحة الملكة اليزابيث؟ خذ من الشعر بيت. ذاكرين لما قلت لكم حتكون في خطة بين محمد بن سلمان؟ اسرائيل بتلعب الحبلين، ارسلت الكلب بتاعها المراسل بن سلمان يزور الولا ابو حسين ملك عبد الله، وارسلته عند السيسي قالت له يا سلمان بدك تصير ملك يا ابن سلمان؟ قال نعم. قالت له نعمل حلف نضغط على امريكا. اي والله، واسرائيل بتلعب على الخليج وعلى امريكا، ولكن الاتفاق بين اسرائيل وامريكا هو استقرار ايران. حاليا مين بيقتل الدول والمسلمين العرب؟ الشيعة بيقتلوا السنة بسوريا، الاغلب اللي انقتلوا سنيين. نفس الشيء الحوثيين قتلوا السنة، نفس الشيء حفتر اخذ وكالة بقتل الليبيين. والمسيرات اللي بتطلع من الحوثيين الى اتجاه ما السعودية بإذن امريكا اللعبة كبيرة. اللي ما بيعرفوا الدول العربية بانه السعودية ستبتلع ثلاث دول خليجية بإذن امريكا واسرائيل. اسرائيل ليش اقامت في المنامة المنظومة الدفاعية؟ عشان اسرائيل بحجة انه بده يصير انزلاق وإيران تدفع بالشيعة لإحتلال الكويت والبحرين، إيه خطة صهيونية رقم 1. المنظومة العسكرية اللي بداخل الخليج سيتم استخدامها يوم الانقلابات واحتلال الدولة وضمها للسعودية بحجة إنه الشيعة خطر على السنة، وهون الملك عبد الله بده يحافظ على حدوده لازم يشترك مع محمد بن سلمان واسرائيل. امريكا تعلم بكل شيء، وبحجة انهم بشكل ضد امريكا.